أراد الله تبارك وتعالى إبرازها في قتل المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعنى نقلهم إلى مقده من صدفة آمنة الزوجية وخص القريب المهيب بأن تكون أما لمصطفى. رضي بالسماوات والأرض بحملها لأنوار الزاهية وطبع رب لنبوب نزيم صلاة قتيت الأرض بعد طول جذبها من النبات حللا سندسية وأينات الزمار وأبنى الشجر الجاني جنا بشر في الجن بإضلال زمنه والكربت الكهانة ورهبت الرهبانية وليس بخبره كل حبل خبير وفي حلا حسنه الله أتيت حبه في المنام فقيل لها قد هبلت بسيد العالمين وخير البريه الله وسميه الى وضعته محمدا فانه ستحمد عقبا Allah, Allah, Allah.
عشان خاطر تتكلم.